زي ما مكة دائما ارتباطها بالحج والعمرة وضيوف الرحمن وأهلها لهم ارتباط بهذا الشأن، الطائف بالبساتين والزراعة، كل أهلها حاضر وبادية لهم ارتباط وثيق بالزراعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واليوم الجمعة 22 ذو القعدة في دار العم الرحمن بن مقصور وابنه خالد في حي البهجة في المثنى، هذه المنطقة الجميلة اللي كانت كلها بساتين ولا يزال آثارها باينة. حنسجل معاه اليوم. بسم الله، مساك الله بالخير يا عبد الرحمن. الله يمسك بالخير والنور والسرور ان شاء الله. الله يعطيك العافيه ويبارك فيك. نبدا معاك يا عبد الرحمن، انت ولادت فين؟ فين في الطائف؟ ولادت الطائف. ايوه فين؟ في حارة السلامه. في السلامه. ابوك يعني كان ساكن في السلامه؟ نعم، بيوت العصريه في السلامه. فين في السلامه بالضبط؟ في السلامه، في قريه السلامه كانت. ايه يعني في قبل بيت الكاتب الأثري اللي كان فيه ساكن الملك فيصل. نعم. وقبله عبد الله الفيصل كان ساكن فيه. نعم. قبله بحوالي يعني تقريبا 100 متر او 150 متر تقريبا. هناك اتولد. ايوه. انت عندك اخوان ولا؟ عندي اخوان. اكبر منك؟ لا، اصغر مني، انا كبير. انت اكبر. عام كم تقريبا ولادتك؟ عام 65 بالضبط. بس انا كاتبها 64. ايه. ما رد يدخلوا المدرسه ذيك الايام. ايه. قال لك سنه. ايه. ونقصت سنه عشان يدخلوا. ايه. المدرسه. ايه. وقتها ابوك ايش كان يعمل؟ وقتها ابوي في ذيك الايام كان يعمل بقال. ايه. فين محله؟ بقال في قبل اللهم جم امام بكر بوغري في سويقة. سويقة. ايه. ايوه. امام دكان بكر بوغري. ايه، امام بكر بوغري. يسار ومين ويمين ومين؟ لا، والترازل بكر بوغري في سارك ابويا في اليمين. ايه. جوار محمود قاضي. جوار محمود ابو محمد. ايه. محمود قاضي جوار. وقلت لي كمان الدغستاني. الدغستاني قبلهم. قبلهم. في عزة. اخوان عزة. عزة فوقهم. فوقهم. ايه. قبل ابوي عزة. ايه. واخوانه اثنين كانوا يبيعون القصب والحرير و من تحتهم. وابوك ايش كان يبيع في الدكان؟ بقاله. بقاله بشكل كله من جميعه. ايه. وكان ياخذ عنده يصرف عيش الصدقة. ايه. ذيك الايام. كيف يعني؟ ما نعرف، انا ما لحق طريقته. ايه. الصدقه. كان يجي يوزع على البدو. ياخذ من القبائل. ايه. يجوا يعطيهم عيش الصدقه. ايه. الناس يحطوا عنده وهي؟ ما يحطوا عنده، لا، من الدوله. من الدوله. من الدوله تجي عيش الصدقه. يعني صار لكن ياخذون بقيمه رمزيه زي التموين ذحين. ايه. مصر. ايه. وزي كذا. ايه. لا. ايه. ويعطيهم. ايه. وبعضهم يعطيه فلوس وبعضهم يخليه بعدين يجيب له سمن ولا يجيب له عسل ولا شيء. ايه. وياخذ منه وسد وزي كذا. ايه. كنت في المحل تساعده؟ انا لا، كنت صغير. ايه. ايه. كنت صغير. انا تقريبا لحقته في الابتدائيه. ايه. في الابتدائيه. بعدين كملت. درست فين انت؟ بعدين الله بس. انت فين درست؟ درست انا في المدرسه السعوديه. ايه. ايه. اول ما درست مدرسه السعوديه عند اللهم صل على النبي الزمزمي. 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 ايوه. الزمزمي. ترى الشهاده عندي حقت الحد الان. اي ما شاء الله. محتفظ بها انا. ايه. وغلقت الابتدائيه المرحله كلها. غلقت الابتدائيه الى الثانويه. غلقت. ما شاء الله. درست المتوسط فين؟ نعم. المتوسطه فين؟ المتوسطه درستها يا حبيب قلبي فين؟ درستها اول شيء في نجمه. ايه الاولى. بعدين ايه بعدين طلعنا من نجمه ودرسناها في بيت بن ملوح. اوه. نقلوه هناك. ايوه. باب الريع. وتلقى المدارس ما كانت محلها. ايه. ودهم ينقلون هنا وينقلون هنا وينقلون هنا. نعم. ما تقول. والثانوي؟ والثانوي درست يا حي قلبي في المدرسه هذه اللي في شارع شهار. ثقيف. ثقيف. ايه. ايام المديرها؟ اخر مدرسه عنده واحد من اسمه البلاهيد او البلاهيد. ايه. 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 البلاهيد. الله اعلم. مين من زملائك في الدراسه؟ والله يا متوسط. والله كثير الزملاء. كثير. تعرف كم سنه الحين؟ اي سنه واحده. طبعا غلقت دراسه. اشتغلت ولا توظفت ولا؟ لا والله، يوم مات الوالد رحمه الله عليه مات في حوالي 86 هجريه. وانا تقريبا منتقل للسنه للتوجيه تقريبا. ايه. وطلعت. ومحله موجود دكان ولا قدو باعه؟ لا طلع منه. ايش تقول لي باعه لمين هو؟ لا قبلوا على باهبري. على باهبري. باهبري. على قماش. قماش. ايوه. ايه. وبعدين هو صارت تنقل. ايه. قلت لي كم قبلوا انت؟ قعدت تقول لي مبلغ كذا. ها؟ على ذيك الايام المبلغ كم؟
ايش المبلغ التقبيل؟ 6000. 6000 ذيك الزمان. اوه بعد عدوا في 4 عيال قطب. ما شاء الله قطب عود يبونا حقت المعد العسلي يروحوا صرفوا جابوا مناقل كذا ايه؟ يرصونها فيها ويسحونها الريالات ايوه ويطلع لك يعد 6000 ايه. واخذها ابوك اشتراها تقول لي مزرعه في الصخيره في الصخيره ايه وتديركم في الشبر وحدرتها في الشبر طبعا ايه؟ وهذه زياده في الحد الان موجوده موجوده حق الحد الان موجوده ما بعناها. ما توفى ابوك عام 86 بعدين وانت ثانيه ثانوي؟ انا في ايه طلعت للدرس خلاص خلاص تركتها يعني طلعت اشتغل في الحلقه ايه تقبل مع اولاد عمي عمر بن مخصوم هم من اول في الحلقه؟ لا اللي قدام مع محاسب من البيت واحد قرشي ايه ووقفوه عمر ولد عمي وقفوه في معاه قبعوه فيه وقفوه ايه؟ في الحراج بالحراج ومحمد وعم محاسب من البيت كان له علاقات مع الجفالي ايه متزوج مع عيال الجفالي ايه ابراهيم جفالي ايه وله واسطه ايه المهم انه مكله ايه وحرج ايه ودخل عمر معاه بن مخصوم في عهد الحلواني؟ نعم في وقت الحلواني عبد الوهاب وقت الحلواني عبد الوهاب ايه اعطينا ايش تذكر عن الحلواني والحلقه؟ لو جيت تشتغل انت والله عم عبد الوهاب حلواني ما اشتغلت الحلقه لسه ايوه لاني اخبر مره اني جيت اخذت في واحد فوال في باب الريع ارسلني ابوي يجيب فول ايه وماسك الفول في صحن كذا والعيش في صحن وماشي يمشي على مهلي وانا مالي كبير البيب غلط في عم عبد الهوب حلواني ويحسبني من عيالهم ارسلهم وتحيروا عليه ايه واكرمك الله شال جزمه من الجزم مدس من كفرات السيارات من الكبار حق البدو ايه مال بس كفرات السيارات ذيك كان يشيل وحده في لهم ولا حذفني وضربت لي في رجلي هنا. ايه. ضربت لي في رجلي وبركت. وكلهم قالوا لي جماله انت غلطان يا عبد الوهاب هذا ولد مقصور. ولا كلمه. ايه. بعدين رحت لابوي وانا ابكي. قال لي ايش بك؟ قلت والله كذا عبد الوهاب الحلواني ضربني بالمداس رماني ولا قلت كلمتي عبد الوهاب حلواني واقف عند ابوي. عند ابوك. بنفسه. الله اكبر. بشرك الله باللي يرضيك. والله يا عبد الله العذر لله املك ان احسب الولد الهمداني ارسلته وتحير علي شوف الناس كيف المحترم يا يتعذر من نفسه اداك رضوه ولا لا لا بين ابونا اشياء كثيره وايام كان يصرف المكاين حقه الموصلي والموصلي وعلى طول كتبوا في 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 حقه جاء فسح اللهم من الملك عبد العزيز مدي من الدولة معونة للمزارعين ايه وحطوا رأسا فيهم حطوا ايه؟ رأسا في المقدمة ابوه؟ سجل ابوه ايوه ايه عبد الوهاب وجات معونة ومسحوا المكاين عليهم مكاين ايه مكينة شغل بها المزرعة ايه صرفوها ذيك الايام ايه يعني بالحسنات له ايه وكان عبد الوهاب حلواني اول يجون اهل البلدية ايه وتأخر عليهم تعرف انت مع المسافات وهذا بتي الرواتب ويون منهم عبد الله قصير وذولي والناس القدم اللي كان في البلديه يقول له يا عبد الوهاب العيد قرب قرض يقرضهم العيد الفطريه ايه. وما تجي الرواتب والناس تقضي وتبغى حلاوه فضلت خيرك وتبغى تكسي عيالها تدفنك مقرش ولا بتر الرواتب نعطيك ايه. ابشروا ويصرف الرواتب كلها حق البلديه كل يصرفها من عنده. ايه. ايام فضة. ايه ساعد الناس. ايه ساعدها. ويحتوى لو يتر رواتب جوالها. تنظيمه للحلقة كيف كان؟ تنظيمه للحلقة، دوره في الحلقة. دوره والله رجل محترم. رجل محترم ما يتعدى للناس ابدا، لا هو ولا ولده عبد الشكور بعده. ايه. كلهم كانوا ناس محترمين. فوق ما تصور. هو شيخ الحلقة كان بعده عبد الشكور ها؟ عبد الشكور بعده ولده. انت يوم جيت تشتغل مين كان الشيخ؟ يوم اشتغلت كان عبد الشكور حلو. عبد الشكور. عبد الشكور. اشتغلت مع مين قلت لي؟ مع عيال عمك. اول ما اشتغلت مع ولد عمي. عمر المقصوري ايه. اشتغلت معاه. ايه. ابوه فين كان محله؟ عمي احمد والله ما كان يعني راعي فله. ايه ايه. يطلع برا مقانيص ما مقانيص. ايه ويجي ابوي في البقال احيانا ويربي الكوس الدخان ولا كيس الدخان الاخضر ايه ولا حق البارود ايه
ويروح ولا يجي اللي ايامها في الصيفيه يقطع برشوبي بعدين تزرع اخذ الكنافه اخذ ايه الكنافه كنافه ايوه مع واحد يسمونه زريو باع البضاعه باع العده حقته واشترى واحد حسن قبيحه يسمونه مليحه لا حسن قبيحه يسمونه قبيحه ايوه ومن غلبته كثير يسمونه حسن قبيحه بعين كريمه كذا يحط العصابه وشاركه كنافه يبيعوا اي يصبوا له كنافه طول السنه اي طول ولا رمضان بس رمضان بس في السويقه ولا فين؟ لا لا في حاره عارف براحه البسكليتات الحين اي وذيك براحه المصباح تحت بيت الكشميري تحت بيت احمد بعدين عمك احمد هذا عمي احمد ابو عمر واشتغلت في الحلقه انت معاهم؟ اشتغلت في الحلقه في الاخير فاكهة ولا خضرة ولا كله؟ لا لا دلال انا دلال اول دخلت معاه ايوه اوه تدلل بعدين واحد اسمه عالي القرشي حتى انا حري حري اي موجود نعم ايوه بعدين عالي اللهم صل على النبي جانا واحد من سفياني من جماعته اسمه مطر مطر بن رشاد قال يا عمر انت وش بك بتوظف ولدنا هذا بدال اعطيك المسح هذا بدال القرشي هذا قاعد وش ابو رجال؟ قال له ما عليه ما اتعلم خليه قال لي هي خذ الدفتر هذا اشتغل خذه راجع الدفتر تراجع قال ولد فتح عينك هذا المطر ايه قلت له ابشر والله فك الدفتر وراجع راجع راجع وسبحان الله وطيع على غلطه ب 3000 ريال ما نقلها ايه درست انت غلطه ولا هذا نيته هو سبحان الله ما شافها ايه قلت والله قد غلطه يا عمر قال لي ايش غلطه؟ قلت والله قد غلطه ب 3000 ريال قال ها؟ قال يوم مطر اللي قال لي رجع قال ابو من هو؟ قلت والله عند عليان القرشي، عليان القرشي هذا من جماعته سبحان الله بس وافق عشان الطبقه على طول جات من نفسه ربي أي جابها اي وصرت تدلل على الله ومن بعدها صرت اشتغل بعمر تدلل مات ابوه ها؟ مات ابوه ابو مطر؟ ابو عمر اي مات أي. مات ابوي وهذا وقعدت اشتغل في الحلقه انا مين كان دلالين معاكم في ذاك الوقت؟ الدلالين كانوا كثير الدلالين معاهم يعني تذكر مين؟ اذكر هو اللهم بن هوسة ايه واحد بن هوسة كلهم كانوا بن هوسة هذولي كانوا لمامين عندنا ايه كانوا لمامين يلموا الهواري عندنا ايه في الاخير صاروا دلالين ايه والاول كانوا يلمون الهواري عند لمامة يسموا لمامة عبد الشكور الحلواني قال دلال ايه وبعدين جانا محمد سعيد حبيب ايه مع عمر حلواني ايه عمر حلواني حرجت انا وسوي تقريبا ايه اوه ايه ومحمد سعيد حبيب بكر ما في احد من بيت بكر؟ بيت بكر؟ ام حسن ولا؟ الا ام حسن بكر كيف؟ ايه ابو محمد بكر وابو علي الا الله 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 لحقته ها؟ لحقته ام حسن بكر دلال ها؟ والله دلال وخرام لكن اشكاله فاكهه عنده فاكهه ايه وابو عوف ابو عوف محمد ابو عوف ايوه هذا دلال اللي قدم زراقوة ما في حد؟ ايوه زراق الا في عبد الله زرقي عبد الله عثمان زرقي ايه ايه هذول الدلالين القدم ايوه بس عثمان زرقي عبد الله زرقي ما موجود لكن عثمان ما جلا في الصيفية الصيفية فين كان الموقع ساعتها وقتها؟ في البابري؟ موقع الحلقة؟ ايه موقع الحلقة اول ما اشتغلت حبيب قلبي تنقلت الحلقة لا اول ما اشتغلت فين كنت؟ أنا أول ما اشتغلت تحت الدرجة حق المشية تعرف المشية؟ إيه إيه ما في درجة طب أسفل؟ إيه تحت كنت جمال حمار مو جمال أجيب بضاعة بضاعتنا أجيبها من الصخيرة على زاملة وأجي لها بعض الأيام أغلقها بعض الأيام أوسع لها رسم وأروح البيت يكون معي بضاعة إيش البضاعة تكون؟ خضرة ولا فاكهة؟ البضاعة اللي يجيبها من الصخيرة جزر اشكال شيء ابوي يجيب الجزر اول من زرع الجزر ابوي اوه ايوه اول من زرع الجزر ابوي اخذه من عند البخاريه بستان البخاريه اللي كان الحين مكتبه المكتبه ايوه سووها ايوه كان في بخاريه النزهه لا لا عندنا عندنا هنا ايوه السلامه سلام بس انا مكتبه المكتبه مكتبه كبيره ايوه السلام ايوه السلامه المكتبه ايه العامة المكتبة العامة ايه المكتبة العامة ايه كانت بستان وزارعين البخارية ايه يا البخارية وراح لهم وترجعهم اعطوه حب الجزر وزرعوا في الصخيرة
أول من زرع الجزر في وادي الصخير أبوه جاب من عند الألبة البخارية، وكان يقلعوا يجيبوا عفم بعثمه يعني بالريش حقه شايف، ويجيبوا حزب والله يحطه ويقعدون البخارية قاعدين له كذا ينتظرونه حتى يجي عمر حرج ولد عمي يجي حرج عليه. وجلس وبعدين انتقلت فين الحلقه؟ ها؟ بعد كانت تحت الدرج، بعدين فين راحت الحلقه نقلت فين؟ والله تنقلت كثيره، نقلوها سووا المشروع سووا المشروع وقاعد مده وهده اللي عند المقبره ايه وقدامه كانت موقف غنم موقف غنم وكل ابوها جنب بعضها ايه وقت الفحم ايه والحطب وقهوه عطيه على ما قالوا وبعدين نقلوها في المسيال، قعدت مدة في المسيال ونقلوها جنب بيت ظهر بيت باسمح في المسيال، بعدين نقلوها فوق عند الأمين وصارت تنقل. بعدين نقلت السداد ها؟ بعدين السداد، بعدين آخر شيء السداد. فالسداد قصتك اللي الحقة حقتنا ايه هاي ايوه فنقلوها في الأخير هنا حقنا السنادق ايام الحجره ايام عبد الرحمن. انت يعني قضيت فتره طويله في لا زال مكتبكم؟ نعم قضيت فتره طويله في الدلاله. ايه والدلال يعني له دور كبير في الحلقه ايه سواء للمزارع او للمتسوق، يعني هو حلقه الوصل في البيع. ايش المفروض يتحلى به الدلال؟ يعني في مواصفات وصفات لازم يتحلى بها والله يكون عشان يطلع دلال يعني ذو قيمة. أول شيء الأمانة. الأمانة هذه رصب عينك حق المزارعين وحق من كله ايه؟ لأنه كل الطائف هو عايش على الزراعة ايه؟ الطائف كله عايش على الزراعة. نعم إن جيت للعسل فالطائف زراعة وزارعين ايه. نعم إن جيت للدواجن زراعة، أغنام زراعة كله، وحتى الدباق اللي كان يبيعون ولد محمد علي بن سعد شايف عندهم الأسفل من الزراعة برضو زراعين يجون. وكل أهالي الطائف مرتبطين بالزراعة كله زراعي معروف الطائف زراعي بساتين كله نعم. فقلت لي الأمانة أهم شيء الأمانة وإيش الأمانة كمان؟ وطبعا وتعرف لابد يكون عنده شوية حركة مرينة في كل حاجة، صوت جميل يحاوت كذا فهله ودعايه زي ذي كلام منع البرشومي عندنا ويتحرج انا ودخل البرشومي الاحمر هذا يجي عندنا وما قلت له لا خلوه في الحلقه لقيت انادي انا ادعي عليه يا اهل المانجا شومي يا اهل ايه المانجا شومي خلي شومي اخر اللي يكون ايه أنادي أهل المانجا يا أهل المانجا شومي والناس يعرفوها سمعوا يا أهل المانجا شومي يجون يجري يعني على برشومي البرشومي الأحمر أول ما طلع يعني زي المانجا فيها تقريبا. وش كمان تنادي الشغلات الثانية ايش نادية؟ والله كله البخري كذا سمعنا بصوتك الله يرضى عليك. نعم سمعنا كذا رجعنا للذكريات. والله شوف الصوت ما اقدر الحين لا ما عاد يساعدني الصوت لا يعني ما عاد يساعدني والله يعني شو زي ما قلت لها جميله دوبه ها زي ما قلت الحين المانجا المانجا شو هذه الليمون ايش تقولوا له الطماطم ايش تقولوا لها يعني الطماطم اللهم صل على اشكل ما كان يغنى عليها ام عبد الله زرقي كيف اذا جاء عبد الله زرقي من اول ما يجي هيا احبان يسمعون الفاتحه يا فضائلها يقرون الفاتحة كل الناس يا فضائلها اللهم اخزيما كل الشيطان وكل موذي من الحرام هو يقوله كذا ويمسح وجهه كذا قليل وعاد يوصل العمال حقينا عند الفلفل الحار يقول حطوا لي أول ما يجي عند الفلفل الحار يا هلا الحرقان خلي الناس يضحكون هو قصده شوف شايف يخلي الناس إيش يضحكون قصده إيش يضحك الناس من هنا تبقى الناس تتوالف وتضحك ويوم مرح هذا من أداته وهو من الناس الدلالية في الحلقة
اللي ضرب المثل مع عبد الله زرقي. عبد الله. أما مثل ما زرقي لا. مثل ما زرقي ما أجي في الصيفية. إيه. أجي في الصيفية. الصيفية. إيه أجي وروح. وحالا يقعد إلادي يا عثمان وينك يا عثمان وينك يا عثمان ألعب ضاعت لنا راحت يا عثمان. ثم يجي عثمان عبد عثمان على السريع إلى جام روح الشيخ 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 إلى جاي يمشي يعني يزحفون على الناس ويمشي وبيع ويمشي ما يددق في العلوم بس كلمته هذه روح الشيخ وعم عسم بكر إيه وعسم بكر ذاك لا إله إلا الله أشكال فاكهة عنده أشكال شيء حسن بكر فاكهة هنجي أشكال شيء يبيع الفاكهة هي أولاده معه ولا ما يسأل في محمد بكر هو في محمد بكر مجوز بنت قرنفل والله نعم إيه بنت قرنفل محمد بكر إيه وأخوه الثاني برضو علي قالوا أخوه الثاني برضو هم كلهم كان في البلدية الثاني كان إيه نعم والله راس له كله براس طيبين وحدهم وحد نفسهم أيه. يعني اخذوا وقتهم وهذا الوقت كله يا عم عبد الرحمن ساكنين انتم في السلامه في نفس بيتكم هذا نعم اللي في السلامه يعني جنب بيت الكاتب جنب بيت الكاتب بعدين انتقلتوا هذا كان محل ابويا أيه. اخذوا حكر من عبد الله شيبي ايه حكر اخذوا ذيك الايام ايه اخذوه والله بكم اظن 6 ريال والله صار الحكر لحد انا عندي موجوده اخذوا حكر قال له يا عبد الله خليني اعطيك قال له يا شيخ ما تعطيني ليش ابوابه؟ ابغانا تسكن جنبنا هنا. وابوي اللي تحكر هذا الحكر ولكنه من تقريبا من الاخوه والحب كتب اسمه عبد الله واحمد. عبد الله واحمد ادخلوا ابوه معه. وقعت المشتركه لحد الان. ما شاء الله. الحمد لله احنا بخير الحمد لله. اشترينا مزارع واشترينا كل شيء الحمد لله بفضل الله. ثم فضل عيالي ولدي خالد هذا ما شاء الله ما شاء الله خادم لي هو وحفيدي الثاني هذا ولدي خالد ما شاء الله ماسك الحمل عندي كله ابوه ما شاء الله الحمد لله رب العالمين ايش ذكرياتك يا عبد الرحمن عن السلامه والطائر زمان والبساتين والخضره ويعني يعطينا وكيف الجو العام وكان المصيفين يجون مكه ومن نجد كان في عندكم حركة ما شاء الله تجارية. إيش من نجد إيش قصدك تعني يعني حركة تجارية كانت طيبة بالطائف الحلقة الصيفية كان والله كلها هنا. أهم حاجة كانت عندنا المعايدة إيه المعايدة ندور من بيت واحد في الثاني إيه دائما جيران ندور من بيت وليد نطلع بيت خالد نطلع بيت ولا طبعا خالد أخذ من عنده تمرة ولا حاجة وركب جاء معنا يمشي ونمشي نعد إلى رأس القروة ماشي ونرجع ما في واحد ما ندخل بيته في تآلف وفي تكاتف تكاتف فيه معافة ومعايدة ونصل بعضنا وزي كذا هذه هي المعايدات الأشياء اللي انقطعت ألعاب النارية اللي كانت موجودة التعشير اللي كان سيرنا إيه من أول هذا كله انقطعت عندنا راحت فير الحرج قال خالد ملبس بصوتي أه؟ إذا رديت يا الخيار خالد ملبس فم أسبوع يسمع الصوت حقي ما شاء الله تبقى. والله يسمعه يقول هذا صوت عبد الرحمن بن المقصور طبعا متى إذا جاء الهواء غربي إيه وأنت فين واحد لك إحنا في الحلقة سداد في حلقة هذا الله يا مدرج الحلقة إيه ساعة في المسيال ساعة من المسيال يسمع صوتك ما شاء الله إذا كان الهواء غربي إيه يسمع غربي إيه بتيجي للشرق يسمع الصوت حقي وأنت تحرج على الخيار 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 صوته قوي خيمة في حروف المد إيه؟ الياء والألف إيه؟ حروف المد إيه ويطلع يا خيار إيه ولا وكان الهواء غربي ينقل الصوت الأصل يقول هذا صوت عبد الرحمن مقصود يعني مميز إيه وضعته كانت عندي كل أبوه كل بضعتي أسأل اشكالهم الفلور هذول عندي كانت كل ابوها راحت الايام كلها ايش الاشياء اللي كانت موجوده في الباكه والخضره ما عاد هي موجوده الان ايش اختلف؟ والله كلها موجوده الان بس عاد اختلفت يعني كراتين في الهواري ايه دحين كراتين دحين كراتين وكانت الهواري حقت من الكبار هذه برزاز عفشه شويه التوت كان يجي في شقر ايه
شقر قليلة. خشب. اي خشب. العلب كان يحط له شقر برضه. يجي له زي عنب القيم مشهور بالعنب، عنب القدح او العذوري، وكل ابو وكاله تجينا الا في. بس يا عبد الرحمن يعني ما عاد نشوف الرمان حق اول، عنب الطايف حق اول، كله يجينا من بني سعد الحين. الخوخ ما عاد فيه زي اول. ما هو كذا كلها موجوده، بس كانت اللهم صل على النبي محلات نايه هذه. كانت محلات نايه. يعني عندك عم حسين عاصم. نعم. حسين عاصم كان زارعين فين؟ كان زارعين في تقريبا جهة السلامة. ايه. يجون يشيلون هذا فوق رؤوسهم الشقر. بعدين يجون الحلقة. شايف؟ ويجون بأنفسهم. يجون ينزلون والناس ينزلونه، وكانت أيام حرقة المرفع هذا تم اللي يقتلون. المرفع زي النعش تقريبا كذا. ويحطون يرصون فوق اسمه الشقر فوقها ويرفعون اثنين، ويجي واحد من تحتها ويرفع له هذا ويودي يوصله الى المنطقه اللي يبغونها فيه. وكان يعني المزارعين اغلبهم بانفسهم وعيالهم، مو دحين العماله ولا لا؟ فيه المزارعين اغلبهم بنفسهم دحين العماله انتشرت. والله مو العماله انتشرت لعده اسباب تقريبا. اول يكون الحكومه لها دخل، تدخلت كيفية، تدخلت من باب حسن النية مو باب ال إيه نعم. إنها يعني كانت اللي كان منتبه الحضور، الناس المتحضرين كانوا منتبهين لعيالهم، لأن كنت أنا في أخوي الواحد اسمه من بيت التل. كان معايا سيارة وروح الثانوية، وهذا حق التل يحتريني في الطريق، يركب معاي للمدرسة الثانوية اللي في شهر. شايف؟ اللهم صل على النبي. ويقول لنا يا ولدي والله العظيم انتم اللي انتم الجيل هذا اللي حيرفع البلد تقوم على اكتافكم انتم. نعم. لكن ما كنا ندور كلام زي كذا، ما كنت ادور الا لقمة العيش. نعم. بناكل. ناكل. بس انا اللي اقصد يا عم عبد الرحمن انه قلت زراعه الرمان، اختلف فين رماليه، فين عنب القيم، فين الخوخ حق وادي محري. وادي الخوخ احسن خوخ كان يجينا المثناه. مثناه ها؟ ايوه. ما عاد فيه خوخ المثناه مشهور. احسن خوخ. الخوخ المثناه. ايوه الخوخ المثناه معروف. الرمان. الرمان اللهم صل على النبي حقليه. حقليه. حقليه ما هو احمر قادح، حبة لونه أشهل، لكنه بتاكله ما تحس إنك تاكل رمان. الله، ما في عظمة ولا في شيء. ما في تعظيم. حالي. أي حق الشفاجيك اللي فوق يجون حالة من الشفاجون رمان، لكنه معظم. إيه. حلو ومن هدا. أحمر لكنه تحس القلب فيه. عظام يسمونه عظام. والعنب. ها؟ والعنب. والعنب شكله ما يجينا من القيم. القيم. إيه. يعني بالقيم ما يحتاج. والمشمش ولا؟ والمشمش من الهدى. من الهدى. إيه من الهدى. المشمش من الهدى. والحماط والبخارة. والحماط والبخارة كلها كانت تجي من السداد ومن اللهم صل على النبي ومن الهدى. من الهدى. إيه. والبرشوم عاد. والبرشوم عاد زراعة الشفا كله. الشفا هي أحسن كل شيء. أول ما جاء البرشومي جابوه حطوه في أيام حكم الأشراف، أنا ما لحقته. إيه. زرعوه في البساتين حقت الشبره. وكان يتهدل برا والناس يقطعون منه ويغرزون، وانتشر. انتشر. ما كان موجود من اول يعني؟ لا ما كان موجود، كان موجود اول ما جابوا الاشراف. ايه. انا قبلها بس يعلمونا عنه بس. يعلموكم. ايه. يعلمونهم انا ما لحقته. زي البخاره التوتي هذه الحمراء ما كانت موجوده ولا لا؟ البخاره التوتي هذه. من جابها؟ اول ما جابها بام حفوظ. بن محفوظ اللي في الشفا عندكم. ايوه. في مزرعته. مزرعته. زرعها في المزرعه. زرعها وجايب ناس لبنانيين الله لبنانيين طبعا. ايه. يقلمون الاشجار والرجال متعلمين. ميسور. عنده هذا ميسور الحال. ويرزبون ويربونها برا. وجماعتنا اللي رموها برا شالوا زرع وضعيف ويطلع بسرعه. ايه ما شاء الله. يطلع بسرعه عقل يطلع. ايه عقل. ايه.
وانتشرت. اي ما شاء الله الحين متوفر. متوفره ولذيذ. والاول ما كانت جينا الا من الهدف. القاره الهدويه القديمه. إيه. الخضر اي. هدويها. لونها احمر. اي. لكن ما هي زي هذا. اي. اخوره كانت جينا قبل إيه. قبل هذه. اي. وكنا والله كنا من الى حتى في الدكاكين اذا لانا شويه يشبونها كذا ويدونها لاحمد عطيه واحده يسويها شاهي. شاهي. حطها إيه. كذا طبخها. وحليه وديون الناس كلهم شاهي ناس ما كانوا يعرفون ذحين شاهي بخارة ما شاهي بخارة والله ما يعرفون. والسفرجل من فين؟ والسفرجل أشكل شيء من هذا. والعناب؟ والعناب يجينا يا حبيب قلبي برضو يجينا من الهدى. وأشكل مكان يجينا من بستان اللهم الشعل ذحين اسمه محمد سرور صبان. إيه إيه مزرعة محلات هذه الناس جبره وما جبره فيها ايوه وجبره فيها جبره لكن عاد مو زي كذا مو زي الاخير اخذها جبره اخذ هذا اسمه الصايغ عبد الحميد رجب نعم ها ايه. عبد الحميد رجب ايوه اخذ هو ما عاد زي اول ايه بس اللي هي اشكال مكان جينا من محلات القريبه هذه وحراجكم كان متى؟ بعد الصبح مباشره على طول على طول فترة واحدة ما في فترتين ما في فترتين فترة واحدة كل يوم فترة كل يوم فترة واحدة ايه فترة واحدة فترتين ما كان في ابدا في الاخير جاء الدلالين عاد الجدد وفكوا مجال ثاني ايه فكوا مجال ثاني يقعدون في الحلقة اللي يشتروا مدري كيف ولا كله هذا كله كان لمامين عندنا اللي هم الهواري عندنا ننتقل يا عم عبد الرحمن دحين الحلقة مزرعتك هذه من ايام ابوك؟ ايام مزرعتي اللي في الشفا؟ لا شراء اه اشتريتها هذه اشتريت مزرعتي اللي في من ابوي اللي في الصخيره ايه ايه موجوده خط بالرساله موجوده ايش زارعين فيها؟ والله الحين اخذها واحد من اخواني ايه قال انا ابغى المزرعه قلت خذوها يلا اجرتهم اياها واخذوها فيها زراعه وذحين والله فيها زراعه بس عاد الحين مع سووا السدود ايه الحكومه هذه سوتها ايه سد ثماله ايه سد ما ادري لي هذا وقطع الدنيا عنا المياه المياه قلت المياه قلت المياه مره ولا واللي في الشفا واللي في الشفا لا احنا زارعينها ايه انت تشتريها ومزارعها هذا فيه زارعها خالد ايش فيها ما شاء الله والله كله من جميع ما تبغى ودي والله لو زرتنا فيها ان شاء الله بكره الصبح انا معاه ايه ان شاء الله كله فيها مزرعة ورد عندنا وجبنا لك ورد ترى هديه معانا الله يكرمك فين الورد اه تقطع ما شاء الله ها تقطع الورد ها هذا ايش هذا التور التور ايه؟ طيب اعطيها الله يكرمك ما عندنا هذا سلمت الله يكرمك كبار ما حصلنا هذه يبدا ايش احشيك خيال ثلاثة آلاف هذا هذه ب 3000 الله يكثر خيرك يا شيخ ما شاء الله من عملكم ها هذا من عندنا اي ما شاء الله قوت لا معمل قرنيت ما شاء الله تبارك الله سميه معمل قرنيت هذه مويه مركزه ترى مويه مركزه هذا معملكم ها؟ ايه المزرعه ان شاء الله هذه تقريبا زي العروس هذه ايه هذه ما شاء الله ايه ما هي عروس برا إيه؟ عروس ما تشرب ترى ايه ريحتها ما تقبلها ترى ايه ايه تخففها بطريقه خففها. معينه نعم. وتابع سر الصنع على ما قالوا سلمك الله شايف؟ اللهم صل على النبي ان شاء الله بكره نزور المزرعه ونغطيها ان شاء الله سلمك الله الله يعطيك العافيه يا كل جزاك الله خير وانت الان ساكن في البهجه ها انا ساكن الحين في هذه البهجه في البهجه هذه عده اسامي يسموها ها عده اسامي ايوه كانت البهجه اسمها الاصلي ايه بعدين قلبوها المثنى ايه بعدين سموها حارتين خالد الشهري وخطط عبد المغني سليماني ايه 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 عبد المغني وصالح المعلم ايه وكل يوم يقلبونها ايه لكن شو مصر يقلبون ايه بس الله في مصر عندهم طريقه حلوه ايه يكتب لك طلعت حرب سليمان باشا سابقا ايه يكتب الاسم القديم القديم ايه ايه يعني يكتب الاسم الجديد البهجه سابقا سابقا إيه؟ زي كذا المثناء سابقا ايه المثناء ولا هي المثناء هذه ايه الاصل مثلا هذه هي هذه هي اي وجرت تلاحظ فيها وتمشي فيها كلها صدور 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 صدر صدر
حق النبق، النبق نبي قلها إيه؟ كلها كله حتى في سدره قالت في المثنى ترى بدون بزر ايه ما له بزر اذا اكلتها كذا بدون بزر. هذه كانت مشهوره بالصدور إيه؟ لانه الصحابه قالوا النبي صلى الله عليه وسلم هل لنا مثل هذا في الجنه يا رسول الله؟ قال نعم في الجنة لكم سدرة المنتهى. نعم ايه كيف الرحمن ايش يقول اول مع المطر اهلا بالطش. الطش اللي هو اهلا لا اول شيء بالرش، بالرش رش المويه والطش والطش والابيض المقرقش اللي هو الابيض البرد. ايوه البرد الابيض مو البيض بس الناس يقولوا البيض يقولونها البيض هذا بالطش والرش والابيض المقرقش والابيض المقرقش اللي هو البرد. البرد السماء تمطر بيض؟ لا ما تمطر بس بالعقد باين والابيض المقرقش. ايوه المقرقش يعني قرقش في الصنادق وفي الدنيا يقرقش. ايوه على السياره قرقع قرقع قرقع. شاكرين يا عم عبد الرحمن الله يعطيك العافيه اعطيتنا من وقتك. شكرا الله مساعدك استقبلت الاستقبال الكريم هذا وهديتنا الله يكرمك والله يطول في عمرك ويوسع عليك بالصحه والعافيه. انت لك حق واجب اشكر من هذا الله يكرمك ويسعدك وتبر ارحام الله يعطيك العافيه ارحام 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 الله يعطيك العافيه شكرا لك. عفوا عفوا. والطايف اخضر يا عم الطايف اخضر بوجودك الله يعطيك العافيه وجودكم انتم وجودك انتم اللي حييتوه الله يبارك الله يسلمك. اخضر 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 اخضر.